السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال دوخ الناس وأسمعه كثيرا كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو: هل الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظائفنا؟ هل الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظائفنا؟ صراحة هو الجواب عنه نعم ولا. كيف ذلك؟ خليني أعطيكم مثال، وبالمثال سيتضح لكم كل شيء. إذا رجحنا يعني سنوات إلى الوراء، عندما كنا نريد أن نصور مشهد من السماء كنا نحتاج إلى هليكوبتر وسائق هليكوبتر، ونحتاج إلى بنزين أو وقود الذي تشتغل به يعني الهليكوبتر، ثم كنا نحتاج إلى مصور وكاميرا، إلى 5 أشياء كنا نحتاج. أما الآن مع تطور التقنيات وتقنية التصوير والتكنولوجيا، أصبح لدينا درونز. درونز نحتاج فقط واحد يشغلها فقط، ونحتاج درونز. من الذي فقد عمله أو وظيفته؟ طبعا المصور هو الذي فقد وظيفته. لماذا؟ لأنه لم يكن على اطلاع ولم يواكب التطورات والتقنيات الحديثة. كان بإمكانه أن عندما يعني علم أن وظيفته في خطر، كان بإمكانه أن يذهب ويتعلم كيف يشغل الدرونز، ثم لن يفقد عمله. وكذلك الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا سيأخذ وظيفتك إذا لم تطور من عقليتك، وإذا لم تتعلم كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وكيف تدرب الذكاء الاصطناعي، وكيف تعطيه أوامر. نعم ستفقد وظيفتك، وسيأتي صديقك أو آخر ممن واكبوا العصر وواكبوا الذكاء الاصطناعي ويعرفوا كيف يشغلوا ويدربوا الذكاء الاصطناعي. هؤلاء هم الذين سيأخذون وظيفتك. أما إذا طورت نفسك وتعلمت وتدربت كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، طبعا لن تفقد وظيفتك. إذن ما عليك إلا أن تطور من مهاراتك وتتابع كل ما هو جديد في مسألة الذكاء الاصطناعي وتتعلم. فالآن الحمد لله المصادر كلها بالمجان. ولا تنسى متابعتي على قناتي وكذلك على جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فاتك الكثير الكثير من المواضيع التقنية الرائعة. إلى هذا الحين، سلام الله عليكم.